صباح الخير يا شباب، ويعطيكم العافية. في حصتنا اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن وحدة جديدة، راح ناخذ نص جديد، نشرح النص بشكل أولي، نعطي عليه شوية معلومات شوية أفكار. راح نبلش في وحدة 11. طبعا في الوحدة العاشرة احنا بنشرح خدها السنة، راح نفشكها كلياتها. ممكن إذا ضل معنا وقت في حصص آخر العام إنه نعطيكم القواعد فقط منها، أما هي ككل ملغية. وحدة 9 امتحانكم فيها يوم الخميس إن شاء الله الساعة 12 الظهر، بتمنى إن الكل يحضر هذا الفيديو ويحضر يسأل لزملائه بالنسبة للامتحان والمعلومات اللي حكيناها في حصة الزوم. طلاب 10 ألف وعشر باء. بالنسبة لدرس القواعد اللي ضل في وحدة 9 اللي هو الكونديشنال سنتنسز، راح نشرحه بشكل منفرد. أنا مش حابب أشرح لكم قواعد بعد الريبورتد سبيتش عشان ما تتخربطوش، أما بعد يوم الخميس إن شاء الله بعد ما نخلص من امتحاننا بنعطيكم الكونديشنال سنتنسز. حاليا راح نبلش في نص جديد، وحدة جديدة، وهي آخر وحدة راح ناخذها هاي السنة. احنا طبعا خلصنا وحدة 7، خلصنا وحدة 8 بالكامل، وحدة 7 بالكامل، وحدة 9 بالكامل، ووحدة 12 أيضا خلصناها بالكامل، فبضل عنا 10 و11 راح ناخذ منهم فقط وحدة 11. عنوان الوحدة تبعيتنا Strange Events. Strange Events شباب يعني أحداث غريبة، أحداث غريبة. في عنا هون مجموعة من الكلمات، فبدي الكل يكتب معاي معاني الكلمات التالية: among أي between يعني بين، وتعلمناها في درس المقارنات في الadjectives. among تعني بين أكثر من شيئين، مش بس شيئين. between الفرق بينها وبين between، انه between تستخدم للتفريق بين اللي حكي، انه مثلا the ball is between احمد and خالد. على لما بدي استخدم among بحكي the ball is among the class students، موجودة بين طلاب الصف. اذا among اكثر من شخصين، اما between لشخصين فقط، شيء او شيئين. طبعا appear بمعنى يبدو ان او يظهر ان، ومعناها seem هنا المرادف تبعها. by far إلى حد الآن. describe يصف. edge حافة. fake مزيف. frightening مخيف بمعنى scary أيضا. hump سنام أو نتوء، تحدب في الظهر. هامب إذن هو السنام. increase أو increase حسب إذا كانت verb أو noun، هو إذا كانت v صغيرة حطوا increase يزيد، و increase زيادة إذا noun. monster وحش. mysterious غامض. object شيء. جسم غير معروف object. طبعا الكلام معناها مفعول، بس هون احنا ما بنحكي في القواعد. object هو جسم غير المعروف، يعني انا مثلا بتطلع في الليل بشوف اشي قدامي مش عارف اذا هو حيوان ولا كيس زبالة مثلا ولا صندوق، فبحكي there's an object in front of me I can't recognize it، لا أستطيع التعرف عليه، لا أستطيع تمييزه. still ساكن، وأنا مش still ظرف الزمان، مش لا يزال، وأنا still adjective بمعنى ساكن، ها يعني بتحركش نهائيا. Loch Ness، هذا تقرأ الكلمة شباب Loch Ness، هذه عبارة عن بحيرة موجودة في اسكتلند، وهذه البحيرة كل درسنا بتمحور حواليها، بتمحور حوالين ظاهرة موجودة في هذه البحيرة.
لوخ هي كلمة ليك، ليك يعني بحيرة، فلوخ كلمة مشتقة من ليك، وهي باللغة الإنجليزية الاسكتلندية القديمة الجايليك يعني اسمها اللغة، وتستخدم بدل كلمة ليك وتلفظ لوخ. ذا لوخ نس مونستر، وحش بحيرة لوخ نس. على اليمين المربع الأخضر الغامق، عندي deep صفة adjective بمعنى عميق، depth noun بمعنى عمق، film noun بمعنى تعرف شو هو فيلم، وفيلم الفيرب بمعنى يصور، فيشر لحالها أو فيش بالأول سمك. طبعا فيش يا شباب هي من الكلمات الأنكاونتبل التي لا تعد، يعني ما في شيء بالإنجليزي اسمه فيشز سمك، فيش هو سمك وأيضا سمكة، إذا فيش وزائد كلمة مان تصبح فيشر مان أي صياد. وورنينج تحذير، وورن يحذر. من هاي معاني الكلمات لدرسنا اليوم. الكل يتبع معاي في احنا بصفحة 60 كمان دور. عنوان درسنا اسمه Finding Nessie، العثور على نسي. درس كثير حلو شباب، كثير مهم، في معلومات، في فقرات، في أسئلة، فبدي الكل يتبع معنا. Finding Nessie. Among Scotland's mountains، بين جبال اسكتلندا، there is an enormous lake، تقبع بحيرة ضخمة. enormous lake، تعرفوا كلمة enormous شرحناها كتير، كلمة lake أيضا. There's an enormous lake، that often looks dark and a little frightening، التي عادة ما تبدو مظلمة ومخيفة بعض الشيء. It is over 35 kilometers long، يمتد طولها لأكثر من 35 كيلومترا. إذا عندنا هون شباب أول إشي looks dark، عندنا little frightening، over 35 kilometers long and nearly 30 meters deep، ويصل عمقها لأكثر من 300 meters deep، أكثر من 300 متر. It contains more water than all Britain's many other lakes put together، إنها تحتوي على مياه أكثر من كل بحيرات بريطانيا مجتمعة. Its name is Loch Ness، واسمها بحيرة Loch Ness. يعني شباب في عندنا هون مجموعة من الأوصاف، خلينا نحكي. فهون هو بوصف لنا في البحيرة، ففي البحيرة اللي صورتها عندكم هون تحت تطلع عليها بالكتاب تقدروا، عندنا أول إشي حكالي عن الـ appearance، مظهر البحيرة، حكالنا عن الـ depth عمقها، حكالنا عن الـ length طول البحيرة هاي أو السايز خلينا نسميها مساحتها، حكالنا عن أيضا كمية المياه quantity of water الموجودة فيها والاسم طبعا. إذا أربع نقاط أساسية، أول إشي الـ appearance مظهر هذه البحيرة، الـ depth العمق، الـ length والسايز، والـ quantity of water، هاي الأشياء لازم تكونوا عارفينها لما نيجي نحكي عن البحيرة. فقرة الثانية، and the cold mysterious depth of Loch Ness may contain something even more mysterious، إن أعماق
الغامضة لبحيرة لوخ نس قد أيضا تحتوي، أنت عندنا هون شباب كلمة may contain، contain معناها يحتوي. Something even more mysterious، قد تحتوي على شيء أكثر غرابة، أكثر لغزا يعني. The Loch Ness Monster هو وحش بحيرة لوخ نس. There are stories of lake monsters from around the world. هنالك العديد من القصص حول وحوش حول العالم. But the most famous by far is Nessie. ولكن أشهر وحوش البحيرات في العالم هو ناسي. إذا ناسي شباب هو اسم الوحش اللي إحنا بنحكي عنه في الموجود في البحيرة هاي. يعني الفقرة الثانية شباب P2 عندنا فيها الميستري اللي هو اللغز. شو هو الميستري؟ بدنا نعرف انه في مونستر ان ذا ليك. وطبعا عندكم ايضا There are stories of lake monsters from، يعني شو اللي بيميز هذا الوحش؟ بانه اشهر كل الوحوش. اذا why is it famous؟ Why is it famous؟ لأنه أشهر واحد في العالم. وأخيرا what's its name، شو الاسم تبع هذا الوحش؟ طبعا هذول شباب مش الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان، هذول مجرد ملاحظات وتعريفات وبعض الشروح والنقاط الأساسية اللي بتيجي بالوحدة. أنا حكيت لكم إنه مش راح نحط أسئلة على هذه الوحدة لأنه بدنا نمتحنكم، فمش من المنطق إني أعطيك الأسئلة وإجاباتها وأنت بس تنسخ لي إياها يوم الامتحان. عشان هيك بدي إياكم تفكروا شوي وتشغلوا روشكم. أنا بعطيكم شرح، بعطيكم المعلومات الأساسية الموجودة بالفقرات. إذا كمان مرة الفقرة الثانية، الفقرة الأولى حكت عن أوصاف البحيرة، الفقرة الثانية هذه كلها أوصاف للبحيرة، كلمة description. الفقرة الثانية حكت عن غموض البحيرة واسم الوحش وليش هو مشهور وما إلى ذلك. فقرة ثلاث The earliest report، إن التقرير الأول أو البلاغ الأول. هنا ريبورت لها كذا معنى، فهمناكم ريبورت معناها تقرير، ريبورت معناها بلاغ. إن البلاغ أو التقرير الأول الأقدم that we have goes back 1500 years ago، يعود إلى 1500 سنة مضت. We also know that children were often warned against playing near the water's edge، كما أننا نعلم بأن الأطفال دائما ما حذروا من اللعب بالقرب من حواف الماء أو حواف البحيرة. Because of the giant water horse، وهذا بسبب، شايفين هنا giant water horse، أن هنا البحيرة هون أعطوها اسم، الوحش أعطوه اسم آخر water horse. أن هنا كمان تنسوش أن هون نسي. وعندنا water horse، عندنا monster أيضا The Loch Ness Monster. إذا في ثلاث أسماء للوحش لحد الآن. It wasn't just imagined، لم يكن الأمر فقط مجرد تخيلات. Imagine يتخيل. إذا take the words of local fishermen، خذوا كلمات صياد. That the monster suddenly approached، الذي اقترب منه الوحش فجأة. One day in 1885، في يوم في عام 1885. He described it as the biggest thing that he had ever seen in his life، لقد وصف هذا الشيء أو هذا الوحش بأنه أكبر شيء رآه في حياته. إذا في الفقرة هاي شباب بركز لنا على الميستري، على اللغز.
وبيحكي لنا هنا أيضا أنه مش بس هذا الكلام عبارة عن مجرد خرافات، مجرد تيلز أو ستوريز، حكايات، لا، في شهود عيان، وفي ناس كانت عايشة في محيط هذه البحيرة كانت تحذر. الدليلين طبعا أنه اللي كانوا يحذروا أطفالهم من اللعب بالقرب من البحيرة، إذا عندنا هذا الموضوع اللي هو يعتبر الدليل الأول. فبنحكي هون we also know that children were often warned against playing near the water edge because of the giant water horse. هذه واحد، هذه دليل. And take the words of a local fisherman that the monster suddenly approached and he described it as the biggest thing in his life. إذن هنا في عندي دليلين أيضا. يعني شباب، هذه الفقرة تحكي عن الأدلة، evidence هي الأدلة that the story أو it is not just a story, it is not just a story. يعني إحنا ما بنحكي فقط عن story، عندنا الدليل الأول هو children were warned against playing around the lake. والدليل الثاني an eyewitness. شباب تعلموا الكلمة هاي، eyewitness يعني شاهد عيان، اللي هو كان local fisherman أي صياد، who the monster whom the monster approached. in 1885 ووصف لنا اياه طبعا للوحش. اذا children were warned against playing around the lake، هذا الدليل الاول. an eyewitness كمان شاهد عيان، evidence that it is not just a story، انها مش بس story، مش بس imagination. تعلمنا كلمة imagination يعني خيال، اذا مش بس خيال، ليست فقط قصة عادية. هذه الفقرة الثالثة، هذه المعلومات الموجودة في الفقرة رقم 3. ننتقل للفقرة رقم 4. In early 1930s، في بدايات الثلاثينيات من 1930، يعني دائما لما نشوف هذا الرقم شباب نشوف الـ S، لما نشوف الـ S هاي زي ما شايفينها هنا 1930s، هنا بيكون القصد يعني من سنة 1930 لل 1939. New roads were built around the lake، تم بناء طرق جديدة حوالين البحيرة. Suddenly many more people could see the lake، وأصبح بمقدور الناس مشاهدة هذه البحيرة and its monster، ووحشها. The number of reports increased rapidly، وهذا دفع عدد التقارير أو عدد البلاغات لمشاهدة الوحش ترتفع بشكل سريع جدا. rapidly كلمة مهمة، rapidly بشكل سريع جدا. إذا هون في عندي نقطة جدا مهمة شباب، اللي هو ليش صار هيك؟ ليش صار عندي هنا the number of reports increased rapidly؟ ليش increased rapidly؟ إذا هون بنحكي why did it happen؟ ليش حصل معي هذا الكلام؟ Then why did this happen؟ ليش صار هيك؟ والجواب طبعا شباب هو بانه هنحطه بالاصفر. الجواب بانه in the early 1930s and new roads were built around the lake, many people could see the lake and its monster. من هذه لا تعتبر فقرة، هي جزء بسيط فقط. الفقرة اللي بعدها خلينا نعتبرها انها مع المعلومة اللي قبلها. يعني عندنا هنا معلومات في هذه الفقرة شباب بتحكي عن increase in the number of reports، زيادة في عدد التقارير.
الفقرة اللي بعديها. Most people who saw it reported a small head on a long neck and behind that one or two humps. معظم الناس الذين شاهدوا أو بلغوا عن هذا الوحش قاموا بوصفه على أنه رأس صغير على رقبة طويلة and behind that وخلف هذه الرقبة two humps سنامين خلفها سنامين. إذن زي ما أنتم شايفين هنا في عندي description. إذن هاي نقطة كويسة. عندي هنا الأوصاف كالتالي. الأول small head. عندنا long neck. وعندنا two humps. إذن هذا description. Sometimes it was still. أحيانا كان ثابتا and sometimes it moved rapidly وأحيانا كان يتحرك بسرعة. Then in 1934 وبعد ذلك عام 1934 the first photo was published and Nessie became famous. تم التقاط صورة له لهذا الوحش ونشرت هذه الصورة وأصبح نيسي هذا مشهورا. فيعني شباب في الفقرة تبعيتنا هون عندنا المعلومة الأولى اللي هي the description of the monster. طبعا monster أو ناسي ممكن نرمز له أو loch ness monster أو the water horse. وثاني شغلة غير الأوصاف في عندي how did it become famous كيف أصبح ناسي مشهور. عندنا هون صورة إذا بتدوروا على جوجل شباب راح نفرجيكم هلأ برضو بتشوفوا صورة الوحش موجودة في جوجل منشورة بصحف بصورة هذا الحيوان أو هذا الكائن الغريب. إذن هدول المعلومتين الموجودات عندي في الفقرة لحديت سطر 29. فقرة قبل الأخيرة. Of course, there are suggestions that people were really just seeing a group of birds, perhaps, or a dead tree. طبعا هنالك اقتراحات. كلمة suggestions شباب كلمة مهمة معناها اقتراحات. طبعا هنالك اقتراحات بأن الناس يرون فقط مجموعة من الطيور. انتبهوا هون إنهم بيشوفوا فقط مجموعة من الطيور اللي هي a group of birds. Seeing a group of birds or a dead tree أو شجرة ميتة. Then a group of birds or a dead tree. It was later also shown that the famous photo was fake. كما أنه لاحقا أثبتت بأن الصورة الشهيرة اللي هي هون على إيدنا الشمال هي صورة مزيفة. However, there were other photos that seemed real. ولكن كان هنالك صور أخرى كثيرة حقيقية. Moreover, people continued seeing things that no one could explain. بالإضافة إلى هذا، استمر الناس في رؤية الكثير من الأشياء التي لم يستطع أحد أن يشرحها. إذن أول معلومة موجودة عندنا هون شباب اللي خططنا تحتيها هي people's suggestions اقتراحات الناس. People's suggestions اقتراحات الناس اللي رفضوا تصديق او المشككين لا نحكي الناس المشككين في الوحش خلينا نسميها doubtful. تعلموا كلمة doubtful يعني مشككين. الاقتراحات المشككة في وجود الوحش كانت عبارة عن واحد a group of birds people were just seeing a group of birds or a dead tree a group of birds or a dead tree. بعدين في عنا شو الاشي اللي خلى الناس تشك.
شو الاشي اللي خلى الناس تشك يا شباب؟ انه الصورة اللي ظهرت كان اللي انشهرت اللي حكينا عنها بالفقرة السابقة ما كانت الا عبارة عن صورة مزيفة فيك. اذا هون عندي كمان معلومة مهمة اللي هي people became أو people ونحكي الفعل من يشك اللي هو doubt people doubted شكوا the photo or the fact that there was a monster إنه كان هناك وحش because of the fake picture photo. إذن هذا السبب شك الناس اللي هو موجود بالفقرة هاي، عشان هيك الناس كانت تشك في وجود الوحش أو طلع في مشككين. إذن دير بالكم هذه إجابة سؤال ليش في شك، أن people doubted the fact that there was a monster، الناس شكوا في حقيقة وجود الوحش because of the fake picture or photo. طيب ولكن كيف بنرد على هدول المشككين؟ انه there was other photos that seemed real، كان هنالك الكثير من الصور التي بدت حقيقية. Moreover people continued seeing things that no one could explain. اذا هون في عندي كمان facts مهمة اللي هي there were other photos that seemed real، في صور اخرى حقيقية وهذه الصور لم يستطع احد ايش شباب انه لم يستطع أحد إنه يفسرها. إذن هذول النقطتين هم شو؟ Why do some people خلينا نحكي the reason why some people still believe in the mystery. ليش في ناس لسه بتآمن في هذه الميستري؟ حطينا لكم خط تاني هون عشان تشوفوا انه هذه لها علاقة هون وهنا بالاقتراحات هاي المزيفة، وهنا ليش الناس لا تؤمن، ليش الناس لا تؤمن. طيب الفقرة الأخيرة The most determined researcher was Tim Dinsdale. إن أكثر الباحثين تصميما determined مصمم was Tim Dinsdale. اسمه Tim Dinsdale an engineer اللي هو عبارة عن مهندس who gave up his career to find Nessie، اللي تخلى عن كل مهنته في الهندسة علشان يعثر على ناسي. إذن عندي المعلومة الأولى هون واضحة جدا شباب. إذن يعني المعلومة الأولى هي Who is Tim Dinsdale؟ من هو Tim Dinsdale؟ Who is Dinsdale؟ مين هو هذا Tim Dinsdale؟ حكينا أنه researcher باحث. هذا الباحث then researcher كان مهندس تخلى عن شغله كمهندس عشان يعثر على نسي. طيب شو إنجازه تيم دينزديل؟ شو عمل؟ In 1960s and 1960 he filmed the object، صور جسم غريب which appeared to be the real thing، اللي ظهر على ما يبدو إنه الشيء الحقيقي، إنه المخلوق الحقيقي. When this was shown on TV، ولما عرضوا هذا الفيلم على التلفزيون there was huge interest، صار في اهتمام عالمي. This time the world was ready to explore the lake properly. وفي هذه اللحظة أصبح العالم جاهز لكي يستكشف. Explore. حكينا لكم مرة في الصف يا شباب عن فرق بين explore discover. أصبح العالم جاهز إنه يستكشف البحيرة بالشكل المناسب. إذا هنا Tim's accomplishment. تعلم كلمة accomplishment يعني إنجاز. Accomplishment.
accomplishment يعني إنجاز. إذا تيمز accomplishment شو هو الإنجاز تبع تيم دينزديل؟ بأنه 1960 he filmed an object which appeared to be the real thing. هذا الإنجاز تبع تيم دينزديل. و بعدها شباب آخر إشي المعلومة الأخيرة، تأثير الاكتشاف تبع تيم دينزديل على العالم ككل وعلى موضوع البحيرة بشكل خاص. Isn't the effect of Tim's discovery اكتشافه أو فيلم. هذا ما تبقى من الفقرة. طيب شباب هيك احنا شرحنا النص بالكامل ووضحنا لكم الكلمات. اذا الفقرة الاولى زي ما انتم شايفين جم كل نص في عندكم مربع بيحكي عن المعلومات الاساسية والمهمة الموجودة فيه. ادرسوا منيح لامتحان يوم الخميس، امتحان راح يكون الساعة 12 الظهر ان شاء الله يوم الخميس الساعة 12 الظهر. نبعت لكم لينك، تدخلوا على اللينك بتجاوبوا على الأسئلة على الجوجل فورمز. الامتحان في الريبورتد سبيتش زائد النصوص وتدريب المعاني الموجودة في وحدة 9. ويعطيكم العافية شباب، هذا هو درس اليوم.